in 1 minute. دخول المستضد للمرة الأولى يحرر تشكيل أبطال تثبت على الماست سيلز، وعند الدخول الثاني يتم تحرير العديد من الوسائط أهمها الهستامين، والذي بدوره يرتبط على مستقبلات H1 في بطانة العضلات الملساء الوعائية، مما يسبب توسع وعائي وزيادة النفوذية الشعرية وترسب سوائل وبروتينات الخارج، والذي يعطي النتائج المرئية خلال التحسس، وهي العطاس والدموع وسيلان الأنف، احمرار الجلد، وغيرها من حكة ووثي. تقسم حسب نفوذها عبر الحاجز الدماغي الدموي إلى إما عابرة له وتسبب النعاس كأدوية الجيل الأول، أو لا تعبر ولا تسبب النعاس كأدوية الجيل الثاني. تستخدم لحالات التحسس والالتهاب التحسسي مثل التهاب الأنف والتهاب الملتحمة، مضادات إقياء في دوار الحركة أو العلاج الكيماوي، ويستخدم لهذا الغرض من أدوية الجيل الأول. كمنومات لعلاج القلق أيضا يستخدم من أدوية الجيل الأول فقط. تسبب جفاف فم وإمساك وغيرها، لا تعطى مع الكحول أو أدوية الاكتئاب من صنف مثبطات المونو أمينو أكسيداز.